على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض تسبح محطة الفضاء الدولية لتراقبنا، فهي تدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. امتدت فترة بناء المحطة 13 عاماً واستلزمت أكثر من 70 رحلة روسية وأمريكية لنقل ما يقارب 100% من معداتها التي بلغت كلفتها 100 مليار دولار. يبلغ طول المحطة 108 أمتار وهي تعمل على الطاقة الشمسية. أما مساحة المعيشة فشبيهة بطائرة بوينغ 747. والمحطة مجهزة بعدد من المختبرات لمراقبة العالم والتغيرات المناخية والكون. تشترك في هذه المحطة 15 دولة إلى أن 6 رواد فضاء فقط قادرين على البقاء فيها لمدة 6 أشهر، وهم يعبرون الفضاء على متن مركبة سويوز روسية من قاعدة بايكونور في كازاخستان. مركبتان اثنتان تبقيان في المحطة لتؤدي دور قارب النجاة إذا استلزم الأمر إخلاءها.